شرف فيك لنا حمص بالمكان. صبري عبد العادي محمد علي من محافظة الأقصر مدينة طوط بالتحديد. أهلا وسهلا. احنا نتمنى ندعم الرئيس فترة ثالثة إن شاء الله، وكل اللي بنتمناه يعني في بلادنا انه هو الأمن والأمان والمشاريع القومية اللي هي عامة يعني في الأقصر وبالأخص في مدينة الطوط انه تكمل على خير لا أكثر ولا أقل، وربنا يوفق الرئيس لما يحب ويرضى. شكرا شكرا.